لتقنيات المكياج وتصفيف الشعر اللي حاصل على عضوية شرف في النقابة اللبنانية للمزينين وخبراء التجميل، وأيضا هو عضو للجنة الفنية الدولية لمهرجانات الجمال، وهو أيضا مدرب دولي معتمد لدى الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين والتجميل. رحبوا وياي معي بخبير التجميل والمظهر علي إسماعيل، اليوم منورنا ويسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير سجا، شكرا لاستضافتك وشكرا لقناة الرشيد اللي لها متابعين جميلين وأنا من ضمنها ببرنامجكم الصباحي. أهلا وسهلا، اليوم منورنا يا علي، واليوم راح نتحدث على كل الموضوع اللي يخص التزيين والجمال وهذه الأمور اللي دائما البنات يهتمون بها. بالبداية أنا أريد أعرف أنت شلون وصلت، والحمد لله والشكر لقلوب الناس ومحبتهم ولهذه الشهرة اللي أخذتها في مجال تصفيف الشعر. نتحدث بالبداية عن بداياتك. أولا أنا صار لي ما يقارب 17 إلى 18 سنة بهذا المجال. نعم. لكن تدرين الإنسان كل ما كان يشتغل على ذائقته. نعم. يشتغل على المهارة أو الحرفة اللي يمتلكها بالدراسة بالمتابعة باحترامه لنفسه واحترامه لهذه المهنة اللي تنيط إليه، أكيد يوصل لما هو يريده. والحمد لله والشكر على هذه السنوات الطويلة قدرت أحصل على ثقة. نعم. الآخرين وثقة الناس المعنية بهذا الركن من التجميل اللي كانت مساعدتك. طيب أنا اليوم إذا أريد أعرف اليوم منو يعود الفضل إلى اللي وصلت أنت لهذه اللي 17 سنة و 18 سنة وأنت ما شاء الله ماخذ وحاصل على الشهرة الواسعة؟ الحمد لله. الفضل بالبداية يعود الله سبحانه وتعالى، ثم جهدي. في أساتذة كثير يعني وأشخاص لهم فد علامات بارزة في حياتي. نعم. منهم الأستاذ الكبير وأستاذي ويعني له فضل كبير علي العادلي، الأستاذ علي العادلي معروف. نعم. وصديقي سنان كامل أيضا معروف على صعيد الأزياء والمهرجانات. هذه في بداياتي جدا. ومؤخرا يعني أنا النقابة اللي مؤخرا انضميت إلها، بس بعد حصولي على ألقاب دولية وبعد حصولي على مراتب والحمد لله، فأكيد كثير ناس لهم محطات. طبعا أكيد أوجه شكر وتحية لسيدة فتحت لي آفاق، وأيضا من ضمنها صارت لي أعمال في الخليجية السيدة فجر السعيد. نعم. وأكيد بالعراق ما أنسى أفضل كثير من الناس. هذه من ضمن الناس اللي إحنا نقدر نقول يعود الفضل إلى ما وصلت إلى، لكن الأستاذ علي العادي اللي أنا أريد أعرف شنو اللي يعني لك بالأخص. هسه دا أقولش هذه الأشخاص اللي ذكرتهم. نعم. هم محطات في حياتي. نعم. حقيقة، لكن الأستاذ علي العادي لأستاذي وأستاذ أكيد كثير من الماكرية أو الناس اللي معنين في هذا المجال يعرفون شقد هو إلى اسم كبير وإلى أعمال كثيرة سواء بالدراما أو بالسينما وأيضا في الحياة العامة. أستاذ علي العادلي كان من ضمن الناس اللي يثق بي من زمان، يعني كان دائما يقول لي أنت إلك مستقبل، أنت راح تكون اسم. طبعا ما كنت أصدق أنه. نعم. راح أوصل هذا الشيء، لأن كان يشوفني من زاوية أخرى، كان يشجعني يعطاني الدافع. بعض أعماله مؤخرا يعني في هذه بعد 2003 وكذا. نعم. كان يأخذني معه بالأعمال، وآخر عمل كنت أتابع وياه وأروح بغداد حلم وردي مع السيدة هند كامل، كان يعطيني ثقة أنه كيف أتعامل مع الشخص المشهور أو النجوم. نعم. بثقة عالية. طيب بالبداية في الملتقى العالمي المهني للخبير التجميل كانت لك دعوة اللي أقيم كان في دبي. في دبي. نعم. فتم دعوتك حتى تشرف على 100 خبير تجميل بالخليج، من ضمنها كان سوريا والأردن والجزائر. شوي نتحدث على هاي التجربة. هذه التجربة طبعا الفضل لله كانت أنيطت إلي. نعم. مهمة الإشراف على 100 ماكيرة، هم مو خبراء تجميل، ماكيرات من دول الخليج ومن سوريا ومن لبنان. نعم. والأردن والجزائر وجيبوتي، يعني كان خليط من الوطن العربي كلش جميل. أي. فأنا كنت المشرف على الماكيرات اللي يعملون على مدى يومين من هذا الملتقى الدولي. انطيتهم النصائح، يعني تخيلي 100 ماكيرة من 10 الصبح إلى 10 بالليل ويعملون أكثر من لوك. أي وقت طويل، وأنه كل واحدة لما أتابعها يحتاج لها على الأقل 3 دقائق.
طلعنا بهذه النتيجة أنه الناس الحمد لله وشكر يعني حبونا. نعم. وأخذوا الملاحظات بشكل جميل وتركت أثر حلو. نعم. بنفس الخبيرات التجميل أو الماكيرات. هذه الصور إحنا قاعد نشوفها على الشاشة من اللي كانت المهرجانات. نعم. أو اللي شاركت فيهم بالعراق واللي بدبي. هذه في العراق مؤخرا. هذا بالعراق. هذا في معرض بغداد الدولي هذا صار. أي صح. في معرض بغداد الدولي. هذا جديد الدولي. تقريبا صار له أسبوعين. أيوة. هذا هنا. نعم. السيدة نادية المراغي هذه إعلامية كويتية معروفة جدا. نعم. وفي عبدو النجمة في عبدو. هذه صورك أيضا سيدة جوان فؤاد معصوم عائلة سيد الرئيس. نعم. الأسبق سهى سالم وشداء سالم من أعز صديقات. على فكرة سيدة شداء سالم هي اللي أعطتني لقب خبير تجميل مشاهير. حلو. سيدة جيهان السادات. جيهان السادات في مصر عملت لها لوك مكياج وشعر وكانت سعيدة جدا بهذا الإطلالة اللي طلعت بها الصبح في مهرجان. بالفعل تستحق هذا اللقب أنك تكون خبير تجميل وتستاهل يعني بالفعل. الحمد لله. لكن من أعمالك أيضا اللي لاقى شهرة واسعة وكبيرة إليك استحضار ملوك وملكات بابل اللي شارك هذا بشارك بهذا العمل من الحسن فهمي. فنتحدث عنه. طبعا صديقي الحسن فهمي أنا يعني أول شيء أحب أبارك له في هذا الصباح إنه البارحة وكانت خطوبته وعقد قرانة. مبروك صديقي وإن شاء الله بالرفاه والسعادة. الحسن فهمي أنا وياه عملنا ورشة عمل مع طلاب كلية الطب. تعرفين هسه بهذه الفترة أغلب الطلاب والطالبات يحبون. نعم. يسوون فوتو سيشن أو جلسات التصوير بأشكال. نعم. مختلفة أو مثلا باستحضارات معينة. الفكرة كانت من الحسن فهمي هو قائد العمل مع الطلاب واختارني أنا كماكير منفذ للمكياج والشعر وسيف العبيدي معنا وسلام الخياط للأزياء. فاستحضرنا ملوك وملكات بابل بدقة عالية وبحرفنة وهذا العمل لاقى صدى في أوروبا وأمريكا بالمعنى. والوطن العربي إنه كل الملكات والملوك وصورناها في بابل في المعبد نفسه اللي أبدا. نعم. ما يفتح لأي أحد. أخذنا تصريح إنه ندخل في معبد ننمخ ومعبد عدد وصورنا بزوايا معينة صورنا بحجرات الملوك والملكات الأصلية. فهذا العمل لاقى صدى كلش كلش جميل والحمد لله كنت أنا ضمن هذا الفريق. طيب وناصر طالب من أبرز المصورين العراقي اللي أنت تعاملت وياهم شوية نتحدث عن العمل هذا. أنا حقيقة دائما أقول إنه أنا أتعامل مع نجمين بالتصوير اللي. نعم. هم يعني ما أعتقد اللي ترتاح أنت وياهم بالتصوير. يعني هم نجوم بالتصوير. نعم. ناصر طالب صديقي على مستوى الحياة والحسن فهمي أيضا هو صديقي على. نعم. المستوى الاجتماعي وهم أيضا لهم فد روحية جميلة بالتصوير. تعرفين التصوير الآن هواية صارت الناس تحمل صور. كاميرا وتصور ومثل ما هواية صارت السيدة صار تحمل عليك. المكياج وهي. نعم. وتصير مكياج لكن المبدأ وين عندما تشوفين صورة بزوايا بدقة بزوايا بفكرة. ناصر مبتكر والحسن فهمي يعني مبدع يعني أكيد تحياتنا لهم. وأنت من ضمن الجوائز العديدة اللي حصلت عليها كانت الجوائز المحلية وكانت جوائز العربية نتحدث. نعم. عن كل مناسبة لكل جائزة. الجوائز اللي حصلت عليها دوليا. نعم. كان في أنطاليا جائزة أخذت. نعم. جائزة أسرع تسريحة سوينا أسرع تسريحة في أنطاليا كانت منافسة مع 18 دولة عربية وعالمية. نعم. وكانت المنافسة شديدة ما بين العراق وإيران يعني أنا وإيران كنا منافسة شديدة فأخذت أنا الحمد لله وشكر جائزة أنه أسرع تسريحة على شو. كم دقيقة أخذت التسريحة وياك؟ أخذت الدقيقة أخذت التسريحة وياي 7 دقائق. 7 دقائق. التسريحة كانت رفع وطريقة صعبة. كانت رفع. وبالأيام العادية يعني لو ما كانت مسابقة قد رح تأخذ هذه التسريحة؟ لا أنا معروف عني والحمد لله أنه شغلي مو سريع من 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 ناحية سرعة فقط أنه أريد أنجز لا كدقة وإنما دقة وأعرف شنو اللي أسويه فما أخذ وقت بالشعر. تمام. 7 دقائق. 7 دقائق. بس كنا إحنا مجهزين يعني للموديل حاطين الحشوة رافعين شعر لكن الأوتلوك الأخير إنه الفكرة مال التسريحة عادة ما تنجز بهذا الوقت يعني أتليست 20 دقيقة. فإحنا هنا التحدي صار هذه في أنطاليا وفي أيضا في دبي أيضا مؤخرا أخذنا هذه الجائزة دونا عن الإشراف. نعم. أيضا في العراق حصلت على جوائز الحمد لله آخرها تكريمي في مهرجان عشتار الدولي. نعم. للتجميل تكريمين أخذته الحمد لله. حلو. تكريم النقابة العراقية
وتكريم من النقابة اللبنانية. نعم. في سوريا أيضا أخذت جائزة أنه استحضرت الملكة شبعاد. حلو. وعرفت الناس عن من هي الملكة شبعاد، ملكة عراقية تعود إلى الحقبة المعينة، وكيف كانت تحمل هذا التاج المكون من 3 زهور. أعطوني جائزة وكانوا جدا مرتاحين للتعريف عن العراق وعن حضارة العراق. يعني أنت أيضا مو فقط أنك خبير تجميل، وإنما أنت قاعد تعرف لكل شخص إلى مكانته وجوده بالعراق، تعرف من خلال التسريحة والميك أب واللوك، تعرف المظهر اللي تطلع به المرأة العراقية، سواء كانت من بابل سواء كانت من أي مدن اللي تكون بها العراق. في فرنسا قبل سنوات عديدة، في فرنسا كنت يعني كانت واحدة من السفارة العراقية صديقة عزيزة إلي. نعم. سارة كانت تقول لي أنه أنت في هذا المهرجان إجيت دليل سياحي للعراق أكثر. حلو. ما أنت ماكير أو خبير تجميل. تعرفين الشباب بأوروبا يجهلون الحضارات الحضارة. نعم. العراقية شايفين فقط من التغيير اللي صار في 2003 فما فوق، ما يعرفون الحضارات العراق ولا يعرفون الجمال شنو في العراق. فكنت يعني أتحدث هواية عن هذا الموضوع، يعني أشوفهم عن العراق، عن الحضارة، عن الأشياء الحلوة في بغداد وكل العراق. كونك خبير تجميل وخبير مظهر أيضا، مو بس فقط خبير تجميل. نعم. الآن اللي عرفت أنت أيضا مدرس لغة الإنجليزية وشلون قدرت تتوفق بين شغلك وبين العملين، إضافة أنه أنت عندك ارتباطات هواية من ضمن الارتباطات الأخرى كانت. أكيد طبعا الفضل لله يعود ودعم والدتي. نعم. اكيد يعني والدتي كانت حريصه جدا انه اكون يعني ماخذ شهاده اكاديميه مثل اخواني، يعني اخواني الكبار يعني اكثرهم اكاديميين ولهم شهادات، فكان التحدي انه دراستي وعملي من خلال الشهاده اللي احصل عليها والحرفه او المهنه اللي انا حابها وايضا اخذ شهاده عنها. يعني أنا ماخذ شهادة خريج تربية. حلو. جامعة المستنصرية ومدرس لغة إنجليزية لا أزال. وأيضا أنا خبير تجميل وحاصل على شهادات. يعني الموازنة هنا تكون كيف توافقين بين العمل، كيف تكونين أنت أو كيف أي شاب أو أي إنسان يكون مصر على شيء يريد ينجح به ويستغني عن أشياء. طبعا أي صف أنت تدرس هسه بهذه الأعمار تقريبا؟ أنا أدرس المتوسطة. زين. ونزلت حاليا للابتدائي. شباب والبنات؟ شباب. كنت أدرس شباب. بنات في مدارس خاصة. زين احكي لما كنت تدرس بنات ما كانوا يجون عليك يقولوا لك إنه شعري ميك أب؟ أكيد هذه التساؤلات لازم تصير. يعني فكانت مصادفة لطيفة جدا، أنا كنت أدرس في مدرسة خاصة للبنات. حلو. بالاجتماع الأولياء الأمور يجون كانوا الأمهات يجون يسألون عن التجميل أكثر ما يسألون أولادهم عن بناتهم. يتركون المدرسة ويجون يسألون عن الشعر. طبعا أحييهم، هم أكثر أمهات طلابي، هم زبوناتي وأحترمهم. نعم. وتربطنا صداقة واحترام على هذا المستوى. فقلت ليش الاهتمام بالوقت والاستغناء عن أشياء حتى تحصلين عن أشياء أكثر هو هذا يخلي الإنسان ينجح. طيب ما أنت كخبير تجميل ومظهر تشوف أنه اقتصرت على نساء ورجال الفن، أم أكو هناك من السياسيين اللي من يلجأ إلى علي حتى لتحسين مظهره إحنا نقدر نقولها؟ طبعا أنا تعاملت مع أكثر الناس بالسياسة. تمام. أنا الحمد لله تربطني علاقة جيدة وممتازة بعائلة السيد الدكتور فؤاد معصوم. أنا كنت على فترة حكمة للعراق خبير تجميل سيدة الأولى روناك معصوم وبنات السيد الرئيس، ولا نزال نحتفظ بهذه العلاقة الجميلة والعمل. سياسيات تعاملت معهم أيضا يعني الناس العمليين الجديين، السيدة حمدية الجاف كانت من ضمن الناس اللي تعاملت معهم. في الخارج أيضا تعاملت مع سياسيات، السفيرة السويد اللي كانت في العراق كانت صديقة وزبونية إلي السيدة أنيكا، وجهة تحية هسه هي تركت. نعم. العراق. وأكيد كثير من الأسماء ممكن ما مصرح إلي أن أتكلم. نعم. عنهم. طيب ما يعني أقوى تحدي صار لك يا علي أو واجهك في مهنتك أنت تعتبره من المواقف المحرجة اللي صارت وياك بعملك شنو هو؟ يعني مواقف محرجة هي قديمة. أوكي. الآن خلينا نحكي عن واحد لحد هاي اللحظة أنت تتذكره وتحكي بيه. يعني المنافسات لما كنت أشتغل في أحد الصالونات أو أحد المراكز التجميل قبل طبعا الآن أنا هاي صار لي الفترة تقريبا 10 سنين أو أكثر أنا أعمل حر، أو إذا كنت أعمل في مراكز قديما فأنا كنت أعمل على قطعة يعني باسمي وليس باسم المركز، فكانت المنافسة لما يشوفون شغل حلو وكذا
الناس اللي وياي كانوا يعني يسوون بعض الألاعيب الأصباغ، تغيير لون، تغيير خلطة، ويطلع أثرها على الزبونة. فكنت أتلافاها بالذكاء، وكنت أتلافاها بعدم التسرع بالتعصيب. مثلا تدرين زبونة مثلا وطلع لها غير لون اللي أنا دا أصبغه، لازم تداري كل واحدة شنو. أداري لا أداري هذه المصيبة اللي صارت يعني بالفعل. فكانت هاي التحديات أنا كنت أخذها يعني نوع من الضحك، بس الآخر كان يأخذها نوع من الخباثة. زين، على طاري من المواقف اللي تحدثنا عليها، أنت خريج المعهد الفرنسي لتقنيات المكياج وتصفيف الشعر، من شروط هذا المعهد أنه لازم تعود إلى كل 5 سنوات حتى تطلع أنه على تشوف شنو هي أحدث التقنيات اللي تصير. نعم. وما زلت أنت مواظب على الذهاب كل 5 سنوات لازم أنت ترجع للمعهد. شلون قدرت هذا الشيء؟ حقيقة وأنت تجيك عفوا للمقاطعة تجيك فرصة ودعوات للشغل وللعمل أنسب بعد السر. حقيقة إحنا مو بالشرط أو بالضروري أنه نكون في فرنسا نفسها. نعم. في باريس توجد في الوطن العربي، وحتى كان في العراق مسبقاً كانت المعاهد اللي خاصة بهذا المعهد اللي إحنا متخرجين منه، معهد الفرنسي لتقنيات المكياج. فمثلاً أخذت دورة من الدورات، كانت أخذتها في بيروت، دورة من الدورات يعني الدورة الأساسية في باريس، يعني هي نفسها. نعم. الدورة الأساسية اللي كانت سنة 2004 بعدها كانت قتلش في بيروت، في سوريا، في العراق أيضا يعني صارت جزء منه. فإحنا الفكرة وين تعرفين بالتجميل تطور بيصير بالفعل، وخصوصا دخول عمليات التجميل وعمليات تحسين البشرة والمظهر خلت على الخبراء أنه حتى شركات تجميل تنتج منتجات خاصة بهذه البشرات وخاصة. نعم. بهذه الأشياء، مو مثل قبل نعتمد على فونديشن وباودر واحد وكذا. أو اثنين عدد يعني، فلازم احنا نصير نواكب، لازم نعرف كل أنواع البشرات والفونديشن والبراندات يعني ماكو براند ما يفوتنا، لازم حتى شنو حتى نتعامل مع مهنتنا اللي أنيطت أن كخبراء تجميل متخرجين من هذا المكان. نعم. طيب علي، احنا اليوم قاعد نشوف بصراحه بالاخص البنات وقت اللي يكون عندهم سواء كانت موظفه سواء كانت انها طالبه، تشوف اللي دائما الاكستنشن هسه كثر، اللي شعرها ما بي شيء صارت تستعمل الاكستنشن، فتقول لك انه الله جميل ويحب الجمال، احنا نجمل المظهر اكثر. لا، بس صار الشعر حلو يعني. حلو صار شيء اوفر. صح. احنا نريد نسوي مثلا حتى ما يفوتنا الوقت شيء بسيط، انه لكل بنيه تقدر تسوي سواء كان بمناسبه معينه. نعم. شيء بسيط، او سواء كان عندها اذا ما عندها وقت تروح للصالون، ما عندها وقت للصالون، فشون نقدر احنا نسوي الطريقه؟ طبعا احنا هذا الفكره اللي انت قلتيها وطبعا مشكوره عليها، حتى نشوف للبنات انه بعض الاحيان تكون الاكستنشن اطول من الشعر، او مثلا الاكستنشن تريد تخليها لكن طريقه جميله شعرها قصير، شعر والاكستنشن اطول فيبين. راح نسوي هسه على الجو فكره بسيطه، ما تاخذ شيء بسيط من عندنا دقائق، احنا حتى ما تاخذ مجرد مجرد انه نبين ملامح الوجه والمكياج حلو، ونبين الشعر اكستنشن طبيعي، هذا اهم شيء. بما انه طبعا انه اني يا علي اني خلي اكستنشن، برافو، شعري اقصر. انا طبعا احييك انه انت تقولين اني خلي اكستنشن. لا لازم هذا الشيء، اكثر البنات يجون مثلا حتى بالصالون يا بالاتخاذ لا ما خلي اكستنشن. لا احنا لازم شوف خلي اقول لك شغله، بما انه اني شعري قصير، انا يوم تلاقيني اطلع على الهواء بشعر قصير، احنا نواكب الموضة. يوم جديد يوم جديد، احنا اسم برنامجنا يوم جديد، لازم يومين عندنا شيء جديد. فاني لما اجي اخلي الاكستنشن انا لازم اراعي انه الشعر الطبيعي الحقيقي ما يطلع، حتى ما يبين نشاز انه الشعر الاكستنشن مبين عن الشعر. فشنو رايك نبلش هسه اني راح نسوي، بس خلينا نقول للمشاهدين حتى لا يقولون هو ايش سوى قابل. أوكي. راح نسوي شيء بسيط بس مجرد انه طيب هذه الادوات كلها طبعاً عندك، طبعا سعانينا بالماكياج، طبعا اهم شيء عندنا موضوعة التنفيش. تمام، ننكش الشعر. ننفش الشعر، نعطيه زين. علي يقولون دائما اللي يستعمل سبري يوقع الشعر، شنو رايك بالموضوع؟ السبري هو يعني بالمرحله النهائيه، ممكن انه ما يكون فقط يعني بكل خطوه. زين. يعني بالمرحله النهائيه. تمام. او عن الشيء اللي نحتاجه فقط احنا راح نسوي السبري باللوك النهائي بالنهائي. اي لكن بالصالونات تعرفين يعني التسريحات تحتاج من عندنا انه شنو نسوي شيء كلش مضبوط، فلازم يصير عندنا نوع من
علي هواية أنت شفت هواية التقيت بناس تدري كل شخصيات غير عن الثانية. بإمكانك أنت اليوم تقدر تقنع أي فتاة أنها تكون تسوي اللوك اللي يناسب وجهها، لكن أنت اليوم لما تيجي على عمر كبير تدري أنت بالأخص إحنا نقول الأعمار الكبيرة غير مو دائما يواكبون الموضة إنه يا أنا لازم أسوي. مو دائما تكون الموضة. شلون تقدر تقنعها؟ كلهم دائما مقتنعين طبعا. نعم. عذرا راح أحرك الكرسي. كلهم دائما مقتنعين إنه هذا شكلي وما أريد أغير. هذا اللي أقصده عليه. فإحنا لازم. أو متعلمة على تسريحها على الموديل القديم. لازم نخلي بعين الاعتبار إنه نفسية الزبونة، يعني نفسية الزبونة اللي تجينا. لازم نعرف شلون نتعامل وياها. أكيد تجيك نفسيات الصعبة اللي أنت ما تقدر طبعًا تتعامل. طبعاً النجوم كلش صعبين بالتعامل. هذا اللي أقصد. لأنه النجم آيكون، النجم آيكون هو لازم الناس تحتذي به. وأنا ضد أنه في موضوع معين ما أعرف توافقين الرأي بها أو لا. ضد أنه النجمات حالياً. نعم. يكونون موديل. النجمات يكونون موديل. موديل لأن عادة هي النجمة برا، وأنا هذا الشيء اللي متعلمين. نعم. أستخدمها مثلاً تعاملت مع نجوم كثيرة مثلاً إيناس طالب، شذا سالم، سهى سالم، شذا حسون، سيدة فجر السعيد. بس هم حالياً يعتبرون موديل برأيك أنت؟ هم مو موديل، هذا الشيء اللي دا أقصده، هم ما يتعاملون مع نفسهم أنه كموديل. بس هم إحنا نقدر نسميهم وجه إعلامي ل للشيء اللي ديس مثلاً دار مثلاً لأزياء. أو براند معين، لكن ما يكونون موديل أنه أجي آني كمسمى. بس ما أجي آني مثلا أعمل لوك أريده على نجمة بعدين شنو تطلع هي موديل. أكون موديل موجودين في الحياة، يعني نقدر نستخدمهم. زين إحنا هذا الشيء نسوي بصراحة، وأني واحدة من الناس يا علي أنه بشوفي. كن صريحين إحنا الشباب مع بعض. أنا دا أقصد الشباب تختلف، يعني أنت كشابة تختلف عن السيدة مثلا كل عمر أنت مثلاً شذا سالم أو إيناس طالب أو مثلاً يعني النجوم الكبار اللي لهم عمر بهذا المجال، ما أجي أتعامل وياهم مثل ما أتعامل ويا حضرتش مثلاً. حضرتش شابة وفي مقتبل النجومية. نعم. أوكي طبعاً هذا الشيء بسيط سوينا إحنا، هذا الشيء اللي إحنا أهم شيء إنه شيء بسيط، فنريد نشوف للعالم إنه إحنا نقدر بأي وقت نبرز ونبين الملامح الوجه، وأهم شيء الاكستنشن من الداخله ويا الشعر. الاكستنشن الان الداخل ويا الشعر. شنو رايك انت حبيت؟ اقول لي انا اكيد حبيت. انا اكيد عاشت ايدك او فشي طانه تغيير. عاشت ايدك. شنو رايكم يا شباب؟ شيء ناعم وبسيط. شيء ناعم بسيط. واهم شيء انه دائما الاكستنشن بطريقه التنفيش، تدري احنا لما نخلي الكليبس مالتها ما تبين، وهاي الاطراف الشعر اللي انا اريد اشوفهم للمشاهدين يا علي، انت قبل ضميتها انت. هذا الشعر القصير. قصير. اللي هو شعر انت تعاملت وياه بطريقه انه احنا مشطنا الشعر وخليناها. هذه التسريحه يعني كان اي شابه بالبيت تقدر تسويها. وتدري حتى هسه وقت بصراحه، شوف انا دائما اقول ما عندكم وقت صح؟ مو بس ما عندنا وقت، بالمناسبات لو كان اكو وقت اجمل شيء بالبنيه. احنا نشوف بالدول الاوروبيه انها تكون بساطه، فدائما الهوسه الشيء الاوفر احنا ما نريده. احنا هسه بوقت مطلوب يعني مرتب. حتى العرايس هسه اكثر شيء يعني حضرتش، يعني انا شفت لك جلسه تصوير مؤخرا يعني واو، يعني كنتي مثال للعروس الناسكه. الميك اب الخفيف، الميك اب الخفيف، الشعر الناعم، حتى الفستان السامبل. نعم. انه البنيه شلون تعرف تتعامل باناقه مع كل شيء. نعم. واحنا دائما نقول كل شيء بسيط بالدنيا دائما يطلع شيء مرتب وشيء يوصل بالنهايه. لكن خلينا نرجع، انا تعبتك اليوم بالعكس معايا. بالعكس. شكرا لك. لكن اريد اعرف انه بالبدايه من اللي يريد ليوصل الى مستوى النجاح او الى مستوى علي اسماعيل؟ يعني ليش جبتك بما انك انت انسان ناجح؟ فانا اريد اقول الى مستوى النجاح لعلي اسماعيل، شنو انت اليوم تنصحها من الخطوات حتى انه هو يوصل للنجاح؟ اول شيء انصحهم بالبساطه. احنا عاده هنا اشوف شباب وشابات هذه المسميات الفاشينيستات والبلوجرز وكذا، طبعا هذه مسميات جديده علينا. انصحهم يكونون بسيطين اكثر من اللازم، يتعلمون، يتطورون، يواكبون كل شيء ما هو موجود، والدراسه تحكم.
نعم. لازم تكون شخص أكاديمي تفرق عن من هو شخص هاوي ويحمل مشط وفرشة ويصير ماكياج. علي إسماعيل سافر كثير من الدول، من ضمنها الدول الخليجية أنت زرتها، وجدتك دعوات مسبقة من قطر والدوحة والكويت، ورادوا أنك أنت تسوي وياهم بالاعتبار العقد السنوي. أنت ملتزم هنا بمشاريعك وشغلك، وأنت قلت أنا ما أقدر أترك شغلي اللي بالعراق وأتجه إلى دولة ثانية. طيب اليوم الإنسان إذا أجت فرصة، وفرصة ما تتعوض وأحسن من الشغل اللي هو قاعد يشتغله، وإحنا نكون صريحين على الهواء ما نريد بمجاملة، كونك حبك للوطن ولا كونك أنت ملتزم بهذا الشغل حسب العقد، لو أنت اليوم أجتك عرض أكبر من اللي هسه أنت بيه كشغلك، راح تسافر ولا لا؟ طبعا أنا العرض اللي إجاني هذا آخرا من دولة الكويت من قبل السيدة الصديقة فجر السعيد في قناة سكوب. نعم. كانت للأمانة سيدة مرنة جدا، تركت لي حرية الاختيار. نعم. أنه أكون أما أكون مقيم معهم في الكويت وألتزم كل القناة. نعم. وأنا هاي الفترة اللي عشتها معهم شهرين ونص التزمت كل البرامج والحمد لله وشكر، كانت راضية وكان كل الكرو العمل راضي، لكن نبقى احنا مدام احنا مرتبطين بعمل في بلداننا نوازن. قبل شوية قلت ليش لازم. نعم. نوازن بين الوقت مالتنا، نوازن بوقتنا انه شلون نحمل اكثر شيء اكثر من شيء في حتى ما يسبب فتشيل سمعتكم دائما، ليش يشكل لنا احراج من قبل كل الاطراف. يعني معناته انت رافض فكره انك تعيش بدوله فكرة غير الاقامه والعيش في غير الدوله، لكن تكون فترة التواجد مؤقتة. التواجد يعني بين فتره وفتره، وهذا ما وعدتهم به. طيب مشاريعك القادمه شنو هي والمستقبليه؟ ان شاء الله احنا وجهت لنا دعوه ايضا في دبي، راح اكون مدرب. نعم. دولي معتمد لاكثر من جنسيه عربيه، راح ندربهم على كيف يكونون ماكيرين او خبراء شويه صعبه يعني. نعم. كماكيرين، وايضا عندنا دعوه في تونس وفي عمان وفي المغرب، ايضا راح ادرب في كل هذه الدول، وان شاء الله يا رب الموفقيه. ادعونا الموفقيه لك ان شاء الله، نشوفك باعلى بعد من اللي انت بيه والنجاح. شكرا. والتفوق، وان شاء الله من بعد سافرتك اكيد احنا راح نكون لنا لقاء وراح نتحدث اكثر محملين بالجوائز الايفت وبالجوائز اللي محمل اكيد. نتمنى شكرا لك قناه الرشيد وكل كرو العمل. نعم شكرا لك، نورتنا اليوم يا علي. ممنون. شكرا. نعم اذا